رجعنا توا نص نهار 49 دقيقة وباش ناخذوا توا فقرة زينة الحياة. زينة الحياة، زينة الحياة. مارو الهر نتاعك كله زين وكله جمال الحقيقة. نعيشك. دونك كل إناء بما فيه يرشح. دونك ما شاء الله عليك انت مروه زاده كبرت لي برشا، ما ريتكش يعني فكره ولينا برشا ما تقابلناش سنين. سي 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 دونك يا مروه فضل ليبوكسي هنا شفنا بعضنا شفنا هذاك هو الفني الفني لما مليهره واسمع انا فنانه في ميداني وانت فنانه في ميدانك صحيح. إذاعة الحياة بيان سور هي الراعي الرسمي للفن والجمال والذوق الراقي. باش تحكي لنا كيفاش يعني الفن نتاعك عنده دور مهم في زينة الحياة. خلينا نبداو بالارتيكل هذا اللي هو قدامي. الارتيكل هذاك حاجه نتاع كيما نقولوا كيما تشوف بيرسوناليزي تاع سلاح ومتاع الي باغ اكزومبل فهمت الاكزومبل هذا. دونك هي حاجه باش تقعد لهم على طول سوفونير. ما عندك ما انت ما يجرى لها حتى شيء تخبيها، نجم ذي تزين بها الطاوله نتاعك نهار الفيونساي ولا نهار الصديق ومن بعد تحطو كوم هكا تابلو في الدار في الدار يقعد لك على طول على طول باذن الله ما يجرى له حتى شيء فهمت. خاطر الريزين اون جينيرال يحفظ الحاجه حتى اون فيت فما خدمه اخرى في الريزين اللي عنده بوكي دو فلور شي يحس نحطو نعملوه تابلو فهمتك. خاطر هو مش يشيح مش يطيشو دونك تجيبه لي ليه انا نعملها بيه تابلو ولا نعمل لها بيه هكا حاجه كيما تحب هي ولا حتى ينجم يجي بلاتورة فهمتك. تحط هكا الريزين تحط كعبة كما نقولوا الورد نتاعها الشايح حطوه ويقعد على طول انت ما متلوحوش حاجة عزيزة عليها بيان سور هي مش تعرس كل يوم يعني تاع العرس نتاع الفيونساي يقعد لها على طول ونحطوا هكا دات زيدا دات نتاع العرس ونتاع ولا فيونساي ولا حاجة فهمت. دونك يقعد حاجة تقعد لها سنين وسنين صحيح. دونك هو برشا عباد قبل اني نتذكر مشموم العرس قبل يقول لك ما نحبش اللوح المشموم تاع العرس نتاعي اما لك بعد تلزي تلوح وبيان البوكي دو فلور سورتو توا العرايس احنا المرة فاتت كي جات حدانا سيرين جبدنا عليها الخدمة هذه الفلاش هذه الفلاش اللي عطيناها مع سيرين لفات انك يبدا عندك بوكي دو فلور ما تحبش تلوحه شايح قاعد هكاك مدة من بعد تجيبه المروة تعمل لك ليه هكا ان تريتمون افيك لو ريزين باش يقعد لك اوي ما يتلوحش ما فتفتش احنا نقولوا ما يبيعش يقعد بالجمال نتاعو ورد شايح وفيه برشا ذكريات يعني بالطبيعه فيه برشا حكايات وبرشا ذكريات دونك ما يغيث كي يجي يتلوح الحقيقه صحيح. دونك انت قلت لي زاد خدمت مونغيلا معناتها تنجم تكون مونغيلا بيرسوناليزي محلاها تبدا هكا اي مونغيلا بيرسوناليزي باللوان اللي تحبها سا ديبون السالا نتاعك و سا ديبون وين باش تحطها تحب لي كولوغ اللي موجودين ولا انت شايه كولوغ ليك انت تحب النوار مغرومه بالنوار اللي خدموها الكل نوار فهمت وبالكبر زاده كيما تحب وباش تكون بياس يونيك كالعاده فهمت. باش نحط فيها تصويرتك زاده هكا ولا تصوير تولدك يبدا انتيكادو تحط اللي تحب انا نقول لهم تحب تحنط اللي تحب حتى عبد تحب تحنطو ما يسالش الفرعونيه انت يا مروه. دونك هذا الارتيكل عجبني برشا الحقيقه هو سيتامتي ارتيكل هو مكتوب عليه نورتني اي لاف يو فيها هكا هكا شويه شوكولا معناتها هذا شنو يجي الارتيكل هذا هذيك كوموند نتاع بنيه بون اي قلب غريغ في النهار كاتبين الصديق نتاعها تحب اللي باش يجيوها تعطيهم هكا شوكولا محطوطه في كلمه نورتني باش تشكرهم انت كي جاوهم ومع حروف الاسم نتاعها وراجلها فهمت فهمتك هكا تقعد لهم على طول ولا حاجه مزيانه حاجه اونيك حاجه نتاعها زيد عمل دونك انت كي هذه زاد مزيانه برشا فيها دات تاع عبد من تاع دات كيما نقولوا بيتيت خوا الا رونكونتر ولا ما نعرفش الحقيقه من تاع التفاصيل هكا فيها قلب وفيها الحروف نتاعهم من تالي حاجه زوز وحده في البلو حبته والاخرى في الغاز في الغاز لا هي في الغاز واللي هو في البلو مزيان فيها الدات وفيها الحروف نتاعهم بورتوكلي تحبها بورتوكلي هي بورتوكلي تنجم تعلق في الكهرباء نعملوها كيما تحب معناتها من بعد برشا برشا دونك هذه زاد البيس اون بلو
هذه مش تمشي لما لها معناتها ما هي تعمل لها هكا هو ان شاء الله مبروك ان شاء الله مبروك عليهم هكا ديجا تلمو تحبوا بعضكم لين الزوز خرجوا سيرونتينا هكا دبل في وام واحده لي هي واحده لي هو ان شاء الله ربي يطول العشره في الخير بيناتهم دونك احنا شهر فيفري يعني مازلنا فيه شهر الحب طبيعه وشهر الرومانسيه شهر الرقة والذوق الراقي الحقيقه باش نواصلوا في الحديث معك يا مروه دونك شفت زيدا ثم ارتيكل كبير برشا هو تابلو زيدا متاع فيونساي كبير برشا يتحط في الريسبسيون متاع التابلو ولا في العروس ايه تعويل كمان اللي كان يتحط متاع الريسبسيون يتحط كيك سوا متاع يتخدم على الام دي اف ولا والا نجم حتى على البليكسي نجمو نخدمو في البليكسي ترونسبارون تطلع حاجه مزيانه برشا زيدا صحيح دونك ثم اضافه تحسها يعني في ريسبسيون تلقى تابلو كيما هكاكا بيرسوناليزي تحس يعني ثم ناس تلهف باللي بتي ديتاي نتاع ليفينمون كو سوسوا في الدار والا في سوسيتي ولا في اي بلاصه تكون يعني اي ايفينمون تنجم تحطها لي جوست نبدلو معناتها الاسامي وكهو فهمت حسب ليفينمون معناتها ما حاجه جديده مش الكل خاطر اون جينيرال يبداو بالدار وشويه بالزينه اللي معروف معناتها قلت بوركوا با خلينا نخدم حاجه بال كيكه بالريزي اخي جات مزيانه جات مزيانه على الاخر انا شفتها فيها برشا تفاصيل مزيانه فيها خدمه فيها ديجا واللي حاجه المهمه في الفريزين انه يرجع الضوء معناتها الارتيكل كي تحطه يظهر حتى في التصاور يظهر مش الارتيكل نحن نقولوا بانتور سيور ما نعرفش انا تابلو ولا حاجه اكل تحسوا طافي شويه اما هو في الكليراج في التصاور يخرج يظهر على الاخر معناتها اللي رفلات ويزيد يزين الاسباس يوتو مع الضوء صحيح هو علاش يعملوا به هو الرخام الرخام معروف اللي هو من تترى فيه وجهك كوا هو صحيح. هو نفس الريزين كيف كيف واللي الكاكي كمان تشوف اون ديغي رخام ما فهمتك اما تلمع اكثر مع تلمع يشبه الرخام ستاتيوير ثم نوع من الرخام اللي يخدموا به اللي ستاتيو اسمه ستاتيوير اللي هو الرخام الابيض هذاك اللي يبدا صافي وشوف فيه الفانات الجري الرخام ستاتيوير يرجع برشا الضوء تحسه هكا تشوف فيه بوجهك بالحق صحيح كيما المرايه بالضبط يعمل الغفلي هذيك فهمت صحيح اوتر ارتيكل خدمتهم يا مروه مثلا يعني دون لو سونس اللي هو نحت معناتها نحطش حاجات هكا ديزارتيكل منحوتات بالنسبه للنحت احنا مش نحت على قد ما هو قالب اي قال تاخذوا حاضر تاخذ مول حاضر حاضر معناتها على ارتيكل معين انت تحبوا نعملوا عليه مول كي تحط عليه ريزين يخرج هو بيدو انت بالنحت اللي فيه بالدخله بالخارجه فهمت التفاصيل الكل تفاصيله الكل الريزين يجيبها قد قد انت يدخل علاش يقول لك هو اون فيت حتى اكثر من جبس جبس بتدخل يبدا هكا محفر ساعات ما تدخلش ليه الريزين كي تحطه في وسط القالب يمشي في لي ديتاي الكل ديتاي الصغار بالكل فهمت خرجها بالقدي معناتها هي بيدها كوا فهمتك يعني نتصور انه عنده مستقبل كبير ياسر الريزين هذا بالنسبه بحر بحر هو بالحق من علاش عجبني بالرسمي بحر انت وين الدور تنجم تلقى حل بالريزين اي حاجه تغزلها تنجم تلقى لها حل بالريزين ولا سيبوا ندخل نثبت انا في الدي قبل ندخل البلاصه عادي تو وليت هكا نغزل الحيوت يقول لك دراش بهذه نبدا نثبت ثبت تلقى شي فكره نتاع خدمه تلمو مركزه ما شاء الله في خدمتك مروه انت معناتها تلوج تلقى هذه ممكنه زعما يجي الريزين يجي تخدم بالريزين معناتها اعطيني مثلا اكزامبل انت في السباس لهنا في الاستوديو ريت حاجه تتصور روحك تابلو تابلو هذاك نجم يجي نجم يجي بالريزين ويخرج حتى بالضوء زاده الريزين حاجه باهيه فيه حتى تنجم تعدي الضوء وتصب الريزين ويقعد يشعل المنطقه معناتها الخيط هذاك شي يسميوه وما نسيتو خيط الليد حاجات الليد ميم حتى الطاوله كي تخدمها تحط الليد تصب الريزين تقعد ديما تشعل شفت التابلوات هكا بيرسونيل حتى في الدخله عندي انا ديجا الدونسين نتاعي تشعل من تالي عملتها حتى اختي عملت لها واحده تشعل من تالي مزيانه برشا تطلع معاها طالعه شويه ويطلع من تالي هكا يشعل والا حتى في وسطها فهمتك اون غليف معناتها يبدا الموديل مخدوم وتبدا الضوء يشعل في وسطها نتصور ان الوجهات واللافتات الاشهاريه تنجح برشا بالطريقه هذه لازم تكون انتير فيك مش البر ميروار الشرط الوحيد ميروار نتاع سال دو بان مخدومه بالريزين نجم هي
لي ميغوار نخدموا لي ميغوار يبدا فيها الضوء متعدي تخدم عادي يبدا الضوء متعدي ويبدا هكا هو شفاف خليه شفاف طريف باش الضوء يخرج فهمتك اي سيبو الحقيقه والله انا نشجعك يا مروه نقول لك بالحق اني نتصورك يعني في الباركور نتاع الخدمه نتاعك وفي مهنتك هذه نتصورك باش تقدم لنا برشا حاجات مزيانه اللي باش تزيد برشا بهجه للحياه كنا في فقره زينه الحياه نخرج فاصل غنائي ثم نعود